تشمل هذه التجارب ما يدي الفكر والعلم واللغة ونمط العيش والخلق والهندسة والعمران والفن والمدارك وغيرها من المخلفات. أولا نشكركم على وجودكم معنا اليوم في هذا اللقاء اللي بالنسبة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل عنده أهمية خاصة، لأنه كيف ما قلت قبيلة هو كذلك تذكير لما يذكرون به جلالة الملك الله ينصره في مجموعة ديال الخطابات، هو أن مجال ديال التراث المجال ديال التراث ديال التراث المادي ولا مادي هو مجال مشترك بالطبع للحكومة وللمجتمع المدني، وهذه الجمعية اللي مجموعة ديال الأعضاء هم شباب لا على الصعيد اليوم الرباط، وكيف ما شفنا قبيلة مجموعة ديال الجهات ديال المملكة كتبين بأن الجيل الصاعد هو كذلك يهتم بالمجال ديال التراث، مجال ديال التاريخ والتراث اللامادي الوطني. هاد النقطة مهمة جدا، لأنه الحماية والتعريف، التعريف هو واحد المجال ديال الحماية، لأن شحال ما عرفنا بالمآثر ديالنا وبالتراث اللامادي بالخصوص إلا وهو طريقة ديال الحماية اللي كنعرفوه بالتاريخ، بالمنطقة اللي هو مرتبط بها، بالشعب اللي هو مرتبط به. إذا التعريف ديالو عنده ولا عنده اليوم واحد الأهمية خاصة، وفي ظل يعني تقدم ديال التكنولوجيات اللي كيعرفها العالم، إشراك المجتمع المدني والشباب بالخصوص كيولي ضرورة لابد منها. لهذا أعتقد أن هذه المبادرة جد إيجابية بالنسبة لقطاع الثقافة، لأن حنا كنقدموا مجموعة ديال الخدمات في المجال بالطبع القانوني التشريعي، في المجال ديال الشراكات اللي عندنا مع مجموعه ديال المؤسسات لا الوطنيه لا الدوليه، ولكن مره اخرى كيف ما قلت قبيله المجال ديال التكنولوجيا لابد ان يكون هناك يعني واحد الاشراك ديال الشباب والشابات. اذا هذه الندوه الوطنيه الاولى هي ندوه اولى من سلسله انشطه ديال الجمعيه لسنه 2023 اكيد بدعم من وزاره الثقافه والشباب والتواصل. بالنسبه للموضوع ديال الندوه فهو دور المواطنه من اجل حمايه التراث المغربي، غتكون مداخلة ديال السيد الوكيل، كانت مداخلة ديال السيد الوزير، أيضا المداخلة ديال مدير التراث الثقافي المغربي اللي تكلم لنا على أنواع وجميع مكونات التراث المغربي وكيفية صيانته وكيفية حمايته والدفاع عنه والترويج له دوليا. أيضا كانت مداخلة ديال من طرف رئيسنا ديال المحامي المغرب حول الإطار القانوني للدفاع وحماية التراث المغربي، تكلم أيضا على المثال ديال الملف ديال الأديداس والتي استعملت الزليج المغربي في قميص المنتخب الجزائري. أيضا كانت هناك واحد المداخلة ديال واحد الخبير في التراث الرقمي، تكلمنا على واحد مجموعه المسائل منها مثلا صناعه المحتوى الرقمي عبر عدد من المنصات من اجل الترويج والدفاع وصيانه التراث الثقافي المغربي. اليوم كتنظم جمعيه الحمايه والنهوض بالتراث المغربي بالشراكه مع وزاره الثقافه والشباب والتواصل ندوه حول المواطنه والتراث المغربي، والهدف ديالها هو يعني تحسيس الشباب والتكوين ديالهم في مجال التراث المغربي واليات الحمايه ديالو، كذلك بتحسيس باهميه المكون في التاريخ المغربي وفي التراث المغربي، لانه واحد المكون اللي تيستمد راسه من الحضاره المغربيه ومن عمق التاريخ المغربي. خصوصا كاين هناك عدد من المحاولات ديال الاستيلاء والاستحواذ والاستلاب الثقافي التي اصبحت تتعدد ولا تتعرض له هذه المظاهر او عناصر التراث الثقافي المغربي، مما يستوجب حمايتها والتصدي لها عبر مجموعه من الاليات، الاليه التحسيسيه وكذلك الاليه القانونيه. نحتفظ بتاريخنا الغني وعلينا ان نشتغل جميعا على ادخال مفهوم